والاريا الاخيره في الابر لم اللي هي منطقه الهند. الهند كمصطلح يرمز الى شيئين اتنين، anterior surface of hand يقال له البالم، posterior surface of hand يقال لها الدورسة. الهند هي distal area of upper limb اللي هي divided لtwo parts، anterior surface اسمه بالم وposterior surface اسمه دورسة. نتكلم عن البالم اولا، نشوف البالم فيه ايه. الاستراكشر بتاعه عباره عن سكن وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا ثم ديب استراكشرز. ده منظر للبالم. البالم يعني انتيريور سيرفيس، يعني اذا وجدت هنا ريتيناكولم وقاعده ترانسفيرسلي على الريست في الانتيريور سيرفيس اوف هاند تبقى حتما دي الفليكسور ريتيناكولم. السكن اوف ذا بالم مش زي السكن بتاع بقيه الجسم، سلايتلي سكند، وفي عدد من الترانسفيرس جروف يسموها هاند كريزس او بالم كريزس. على الرايت سايد بتصنع رقم 18 بالارقام الهندي اللي بيقول على العربي، وعلى الليفت سايد تصنع أرقام 81. هذه البالم كريزس أو الهاند كريزس بتعتبر joints of the skin، مفاصل للجلد. يلي السكن of the palm superficial fascia. في السوبرفيشال فاشيا of the palmar surface of the hand هنجد عضلة قاعدة superficial اسمها palmaris بريفس. هذه العضلة كان الأوريجين بتاعها من الفليكسور ريتيناكولم بالتأكيد على الميديال سايد، والإنسيرشن بتاعها كان في قلب السكين، ودي كانت من العضلات اللي بتتغذى بالألنر نيرف. أما عن الديب فاشيا أوف ذا بالم فكانت متحورة إلى تريانجولار شيبد لايك ستراكشر. هذا التريانجولار شيب ذا لايك ستراكشر اسمه بالمر ابونيوروزيس، هو شكل اخر من اشكال الديب فاشيا اوف ذا هاند. احنا خدنا الديب فاشيا في الريست كانت عامله فليكسور ريتيناكولم، الديب فاشيا اوف ذا بالم عملت بالمر ابونيوروزيس تريانجولار ان شيب. الابيكس بتاعتها كانت ماسكه في اللور يعني الديستال بوردر اوف ذا فليكسور ريتيناكولم، والابيكس بتاعتها ايضا كانت ماسك فيها عضله جايه من الفور ارم، وهي الوحيده اللي كانت بتمر فوق الفليكسور ريتيناكولم هي البالماريس لونجس. اما البيز اوف ذا بالمر ابونروس زي ما احنا شايفين بتتفرع الى اربعه سليبس، كل سليب يروح للكورسبوندنج فينجر ويمسك فيه بثلاثه سليبس اخرى بطريقة مش عايزين ندخل فيها. طيب دي البالمر ابونيروسز، يبقى شكل من اشكال الديب فاشيا كان كونفايند في منطقة البالم وكانت ماسكة في الاربع صوابع الميديال. بعد كده نحب نفكركم الابيكس بتاعت البالمر ابونيروسز اللي كانت ماسكة في اللور بوردر او الديستال بوردر اوف ذا فليكسور ريتيناكولم، ان الفليكسور ريتيناكولم ديت كان الابر بوردر بتاعها موازي للديستال ترانسفيرس كريس اللي موجوده في الفرونت اوف ذا ريست، واللور بوردر بتاعها هو اللي كان ماسك فين في الايبكس اوف ذا بالمر ابونيروسيس. وظيفه البالمر ابونيروسيس ديت ايه؟ وظيفتها الاساسيه انها بتعمل كيبنج او بروتكشن للاندرلاينج امبورتنت ستراكشرز اللي موجوده في البالم اللي هنتكلم عليها بعد شويه. طيب في البالم كان متقسم الى ثلاثه ارياز تحتل ثلاثه سبيسز
اسمها palmar species. البالمر سبيسز اوف ذا هاندز اللي كان بتحدد الارياز بعد كده جايه منين الارياز ديت؟ اساسها هو البالمر ابونروزس. البالمر ابونروز اللي احنا شرحناها من شويه اللي هي كانت الكوندنسيشن ودي فشل في البالم، كانت بترسل الى الداخل يعني بوستيريورلي هيطلع من الميديال بوردر بتاعها فيبرس سبتم. هذا الفيبرس سبتم يمشي باكوردز، هيمشي باكوردز ناحية مين؟ للداخل ناحية الفيفس ميتاكاربال بون. فيفس ميتاكاربال يعني الميديال، أيوة، لأن احنا بنعد الميتاكاربال بونز من اللاترال إلى الميديال، فالفيرست هو اللاترال والفيفس هو الميديال. هيروح هذا الفيبرس سبتم من الميديال بوردر of the palmar abonurosis ويذهب حتى يتصل بالفيفس ميتاكاربال بون. اسم هذا الفيبرس سبتم اسمه ميديال بالمر سبتم. طيب ده اول واحد. another سبتم هيخرج من اللاترال بوردر of the palmar abonurosis وينسحب الى الداخل backwards posteriorly. هيروح يمشي ناحية مين؟ يمشي ناحية السيرد ميتاكاربال بون ويتصل بيه attached back posteriorly and backwards to the third metacarpal bone. اسمه ايه السبتم ده؟ اسمه lateral palmar septum. وجود التو سبتا الميديال بالمر سبتم على الميديال سايد واللاترال بالمر سبتم على اللاترال سايد هيشكلوا ثلاثة سبيسز. هذه السبيسز يسموها بالمر سبيسز. أول واحد قاعد على الميديال سايد اوف ذا ميديال بالمر سبتم واسم هذا السبيس هايبوسينر سبيس. هذا السبيس يحتوي على جروب اوف ماسلز يسموها هايبوثينر ماسلز. السبيس الثاني قاعد على اللاترال سايد اوف ذا لاترال بالمر سبتم وبيسموه سينر سبيس. هذا السينر سبيس يحتوي على جروب اوف ماسلز يسموها سينر ماسلز وعضله كمان من العضلات الدوديه اللي كان اسمها الفيرست لامبريكال. وبين التو سبتا بين اللاترال بالمر سبتم والميديال بالمر سبتم كان بينهم السبيس الثالث اللي قاعد في نص هذا الهرم اللي بيشغل نص البالم من جوه يسموه ميد بالبر سبيس. يحتوي على باقي الثري الفور لامبريكال ماسلز اللي هم السكند والثيرد والفورس. هذه بيسموها البالمر سبيسز. اهميه البالمر سبيسز دي ايه؟ يطلقوا عليها مصطلح بوتنشال سبيس. يعني ايه بوتنشال سبيس؟ المصطلح ده بنسمعه كتير. كلمه بوتنشال يعني افتراضي. افتراضي يعني ايه؟ يعني مش موجود الا في الخيال. كلمه العالم الافتراضي، العالم الخيالي اللي مش موجود في الخيال. فهل ده سبيس موجود في الخيال؟ نورمالي انا لو فتحت الهاند هشوفه لا، الاستراكشرز كلها جنب بعضها. لكن لو حطيت صبعي بين الاستراكشرز اقدر ازحها فيظهر سبيس بين هذه الاستراكشرز نتيجه السيبريشن اللي انا عملتها. يعني فصلت المسلز عن بعضها لقيت ان في سبيس ظهر. انما لو انا العضلات ماسكه ببعضها وفيرملي اتاتشد وجيت ادخل صبعي ما دخلش يبقى مفيش سبيس. فالبوتنشال سبيس هو السبيس الذي لا يظهر الا اذا سلكنا دخلنا بصبعنا جواه ومشيناه هيمشي صبعنا جوه هذا السبيس فبيسموه بوتنشال. اهميه هذا البوتنشال سبيس ايه؟ اهميته ان ده مسار او تجمع مكان كويس جود سبيس فور اكيوميليشن اوف باس ان كيسز اوف هاند انفكشنز. مكان تجمع الصديد في حالات التهاب البكتيري اللي بيحصل في الهاند. طيب بالنسبة للعضلات الهاند اللي كانت بتشغل هذه السبيسز هنقسم عضلات الهاند لمجموعات الآتية. دي كانت الفليكسور تانيكولم.
افكركم ليه قلت عليها فليكسور روتانيكولوم. اولا لانها قاعده ترانسفيرسلي والمستوى بتاعها شويه واطي وقاعده على منطقه الفرانت اوف ريست. طيب اول مجموعه من عضلات الهاند، المجموعه اللي بتشغل السينور سبيس اللي كان قاعد لاترال لللاترال بالمر سيبتم، هذه العضلات يسموها ثينر ماسلز. العضلات ديت هم عددهم أربعة. هذه العضلات مرتبطة بالبيج فينجر اللي اسمه الثامب أو البوليكس. العضلات دي اللي عددها أربعة كانت مترتبين في صفين اتنين، صف سوبرفيشيال أو في تو لايرز، لاير سوبرفيشيال ولاير أخرى ديب. بكل لاير توجد عضلتين اتنين. العضلتين اللي في السوبرفيشيال لاير اللاترال منهم اسمها ابدكتور بوليسز بريفيس، والميديال اسمها فليكسور بوليسز بريفيس. زي ما احنا شايفين الاوريجين طالع منين من غير ما اتكلم، طالع من اللاترال سايد اوف ذا لوور بوردر اوف ذا فليكسور ريتانيكولم. ده بالشكل المنظر من غير شرح خالص او قدامنا. اما الانسرشن بتاعها كان قاعدين الاثنين في اللاترال سايد بتاع البروكسيمال فالانكس اوف ذا ثامب. طيب المستوى الثاني، اللاير الثانيه العميقه اللي تحت فيها عضلتين اثنين، مين هما؟ اول واحده اسمها اوبوننس بوليسز، والثانيه اللي هم الرابعه في الترتيب اسمها الدكتور بوليسز. الاوبوننس بوليسز دي كانت قاعده كانت بتوين اند ديب تو زي العضلتين اللي فوق اللي هم الابدكتور بوليسز لونجس بريفيس والفليكسور بوليسز بريفيس. اما الادكتور بوليسز اللي كان لها اتنين هيدز، واحده كانت ترانسفيرس وواحده كانت اوبليك، التو هيدز بيتحدوا مع بعض ويحطوا الانسيرشن. كل دول حاطين الانسيرشن بتاعهم فين؟ في البروكسيمال فالانكس، بس البعض في اللاترال سايد والبعض الاخر الاثنين التانيين في الميديال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا سام. طيب بخصوص النيرف سبلاي، في الحقيقه انا مش عايز اذكره دلوقتي الا مع توزيعه النيرفس بتاعت الهاند. انا هدخل على الاكشن على طول. كل واحده من اسمها بتطلع الاكشن بتاعها. اللي اسمها ابدكتور بوليسز يعني تعمل ابدكشن اوف ذا بوليكس اوف ذا ثامب. هي بريفيس لانها ماسكه في البروكسيمال فالانكس وهي شورت، وبالمناسبه جميع عضلات الهاند هي بريفيس. طيب ده كان بخصوص الاكشن. الفليكسور بوليسز بريفيس يعني هتعمل فليكشن اوف ذا ثامب. الاوبوننس بوليسز هتعمل حركه اسمها الاوبونايزيشن. ايه الاوبنايزيشن ديت؟ احنا عارفين حركة لما نضم اطراف اصابعنا على بعضها في وضع الاستنشاق للوضوء، او لو وضع لما نيجي نشرب المية بالكف بتاع ايدينا بنقرب صوابعنا من بعضها. اللي بيقرب الصابع الكبير ناحية الصابع الصغير او يضم الاصابع على بعض، الصابع الكبير يضم على بقية الاصابع، عملية الضم ديت لتكوين تجويف في منطقة البالم اسمها opposition. الopposition of the thumb المسؤول عنها العضلة اللي اسمها opponents bolices. العضلة الرابعة والأخيرة هي الabductor bolices، من اسمها تعمل adduction of the thumb. أما النيرف سبلاي زي ما قلت لكم ففي قصة وحكاية ورواية لطيفة، أنا خليها مع النيرفس of the hand. كده المجموعة الأولى اللي هي عضلات اللي بتكون السينر، اللي هي السينر ماسلز. السينر ماسلز مع بعضها بتكون انتفاخ، انتفاخ في منطقة البلم يقع بالقرب من الصبع الكبير عند بدايته. هذا الانتفاخ يسموه ثينر امينينس. يبقى الانتفاخ المستدير اللي موجود في هذه المنطقة اسمه ثينر امينينس وبتشكله الثينر ماسلز. طيب تعالوا نشوف الهايبوسينر ماسلز اللي قاعده في الهايبوسينر سبيس. دولت عددهم ثلاثة، ايضا مترتبين في صفين او في طبقتين. الطبقه الاولى هي السوبرفيشيال لاير ودي فيها عضلتين اتنين. ابدكتور ديجيتي مينيمي، شايفين الاوريجين طالع منين؟ بالفليكسور ريتانيكولوم
بس من على اللاترال من على الميديال سايد، والانسيرشن ناحيه مين؟ زي ما احنا شايفين بالظبط ناحيه الليتل البروكسيمال فالنكس بتاعت الليتل فينجر. العضله الثانيه اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي، هي بتشكل العضله اللاترال من عضلات من السوبرفيشال لاير اوف ذا هايبوسينر ماسلز. يبقى العضله الميديال هي الابدكتور ديجيتي مينيمي، والعضله اللاترال هي الفليكسور ديجيتي مينيمي. تحتهم هنجد الثالثه زي اللي هنا بالظبط، هيكون اسمها اوبوننس ديجيتي مينيمي، الا ان هنا مفيش الدكتور ديجيتي مينيمي. يبقى هنا في ثلاثه في الهايبوسينر ماسلز، هيقابلهم اربعه في السينر ماسلز. من خلال الاسم ممكن نطلع الاكشن. ابدكتور ديجيتي مينيمي ابدكشن اوف ذا ليتل فينجر، فليكسر ديجيتي مينيمي فليكشن اوف ذا ليتل فينجر، اوبوننس ديجيتي مينيمي تعمل الاوبوزيشن اوف ذا ليتل فينجر. بالشكل ده خلصنا الهايبوسينر ماسلز. الهايبوسينر ماسلز تشكل انتفاخ يقع في هذا المكان من البالم اسمه هايبوثينر امينينس. يبقى الهايبوسينر امينينس هو عبارة انتفاخ بيشكله الهايبوسينر ماسلز. طيب ده كان بالنسبة للعضلات اللي واخدة ايه الميديال الهايبوسينر سبيس والسينر سبيس. طب ماذا عن السبيس اللي جوه اللي اسمه ميد بالمر سبيس؟ كان في عندي اللامبريكال ماسلز، بس الفيرست لامبريكال دي كانت تبع السينر. تعالوا نشوف اللامبريكال ماسلز ايه حكايتها. المنظر ده الفيو ده فيو امامي، يعني بالتاكيد انا هتكلم على البالم. اللامبريكال ماسلز هي عدد اربع عضلات موجودين في البالم، واحده منهم في السينر سبيس والثلاثه التانيين في الميد بالمر سبيس. ايه حكايتهم؟ لامبريكال يعني ايه؟ لامبريكال يعني وورم لايك، يعني العضلات اللي تشبه الدوده. هي تشبهها في الشكل وفي الاصل وفي الفعل. ازاي؟ هو الدود بيطلع منين؟ الدود بيطلع دايما متطفل على عضو اخر او خلق اخر في الحياه. طب دي تطلع متطفله على مين؟ دي الفليكسور ريتيناكيولم. فاكرين العضله اللي بتعدي من تحتها ديت؟ ثانيه واحده، فليكسور ريتيناكيولم وبيعدي عضله من تحتها لها اربعه تندونز رايحه للديستال فالانجيس اوف ذا ميديال فور فينجرز، تبقى دي الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. طب ليه مش السوبرفيشاليز؟ لا، لان السوبرفيشاليز كانت حطت الانسرشن بتاعها، الانسرشن بتاعت السوبرفيشاليز كان وصل لحد الميدل ايه؟ كان وصل لحد الميدل فالانجيس اوف ذا ميديال فور فينجرز. طيب يبقى اذا ده التندون اوف ذا فليكسور ديجيتورام بروفاندس. كويس، تعالوا نشوف اللامبريكال ماسلز هيطلعوا منين ويمشوا يروحوا فين. شايفين طلعوا منين؟ اهو عددهم اربعه، اتجاه العد من لاترال لميديال. فالفيرست هي الموست لاترال، يليها السكند ثم الثيرد ثم الفورس. اذا هم اربع عضلات. الفيرست لامبريكال دي قاعده في السينر سبيس، اما الثلاثه التانيين قاعدين في الميد بالمر سبيس. كويس، الفيرست والسكند كان يوني بالنيت، الثيرد والفورس كانوا باي بالنيت، يعني احاديه الريشه، والثلاثه واربعه مزدوجه الريشه. كويس، هما طالعين منين؟ ده طالعين من قلب التندونز بتاعت الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. دي متطفلة على الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، يبقى هي عبارة عن فصوص لحمية طالعة من السايد، من اللاترال سايد. الفيرست والسكند من اللاترال سايد، أما السيرد فولوفورس من الكونتيجوس سايدز أوف ذا تندونز أوف فليكسور ديجيتورام بروفاندس. كويس، طب الانسيرشن رايح فين؟ الانسيرشن رايح للباك، رايح لورا. هيعدوا من بين الكاربال ميتاكاربال بونز علشان يوصلوا للاكستنسور اكسبانشن، الشركه العامه للانسيرشن لعضلات الباك اوف ذا فور ارم.
اللي كان اسمها الاكستنسور اكسبانشن هتتلقى من الامام اللامبريكال ماسلز. كويس جدا. اللامبريكال ماسل دي الاكشن بتاعها ايه؟ دي عضلات بتساعد في الرايتنج بوزيشن. يعني ايه رايتنج بوزيشن؟ يعني فليكشن اوف ذا ميتا كاربوفالانجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز واكستنشن اوف ذا انترفالانجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز. بيسموا هذا الرايتنج بوزيشن. كويس. النيرف سبلاي، طب دي بالذات انا هقولها ليه؟ لانها مرتبطه بالفليكسور ديجيتورام بروفاندس. طب الفليكسور ديجيتورام بروفاندس مش دي اللي كانت بتاخد نيرف سبلاي من تو نيرفس دبل نيرف سبلاي؟ ايوه، اللاترال هاف من الميديال ميديان والميديال هاف من الالنر. اذا هنجد الفيرست والسكند هياخدوا نيرف سبلاي من الميديال ميديان، والثيرد والفورس هياخدوا نيرف سبلاي من الالنر، لانها مرتبطه في النيرف سبلاي بتاعها بالام اللي خرجت منها اللي هي الفليكسور ديجيتورام بروفاندس. ادي العضلات الاولى اللي اسمها اللامبريكال ماسلز. طيب نلاحظ هنا الفيرست والسكند طالعين من اللاترال سايد اوف ذا فيرست اند سكند تندونز، انما الثيرد والفورس طالعين منين؟ طالعين من الكونتاجوال سايدز بتاع 2 و3 و3 و4. نيجي نشوف بعد كده الانسرشن في الاكستنسور اكسبانشن والنيرف سبلاي كان مرتبط بمين؟ مرتبط بالنيرف سبلاي اوف ذا فليكسور ديجيتورام بروفاندس، يعني الفيرست والسكند اللاترال 2 من الميديان والميديال 2 من الالنر. العضله بعد كده الانتر اوسياي او الانتر اوسياس ماسلز. الانتر اوسياس ماسلز اللي هي انتر يعني بينه، اوسياس يعني بونز، والبونز هنا هي الميتاكاربال بونز، والميتاكاربال بونز كان عددهم خمسة. فالانتر اوسياي مجموعتين، مجموعة اسمها بالمر انتر اوسياي ومجموعة اسمها دورسال انتر اوسياي. ادي الميتاكاربال بونز. هتطلع من الميتاكاربال بونز، عشان كده يسموها انتر ميتاكاربال او انتر اوسياي. تعالوا نشوف البرمة الانتر اوسياي اربعة، هنرسمها وبعد كده نتكلم. ادي الميتاكاربال بونز الخمسة، الفيرست اللي هي اللاترال والفيفث اللي هي الميديال، وادي بعد كده البونز اوف ذا فينجرز. احب افكركم وباكد واعيد وازيد تاني ان كلمة فينجر ده مصطلح تشريحي معناه اريا فيها عظم ولحم وجلد وفاشية ونيرفس وكله. اجزاء الفينجرز بيسموها ديجيتس، اما عظم الديجيت فيسموه فالانجيس. فاذا الصابع ده نفسه اسمه فينجر، اجزائه العقل، العقل اللي هي اللحم بالعظم بكله اللي بيسموها ديجيتس، وعظم الديجيت عظم العقله اسمه الفالانكس او السلميه. فانا عندي اتنين فالانجيس موجودين في البيج فينجر وثلاثه فالانجيس بروكسيمال وميدل وديستال بكل واحد من بقية الأصابع الميديال. نرجع بقى للبالمر انتر اوسياي، شوف طالعين منين، هنرسمهم معايا. الله، دول عددهم أربعة، دول كلهم الأربعة يوني بالنيت، الفيرست والسكند اللي هم اللاترال 2 طالعين من الفيرست والسكند ميتاكاربال، السيرد والفورس طالعين منين؟ من الفيفس والفورس ميتاكاربال، ده الأوريجين. الانسيرشن راجعين لورا على الاكستنسور اكسبانشن. الله، مش زيهم زي اللامبريكلز؟ ايوه. وزيهم زي الاكستنسور انديسز؟ ايوه. وزيهم زي الاكستنسور ديجيتي مينيمي؟ ايوه. ادي الاربع. اذا الميتاكاربال بون التالت ما بتطلعش منه بالمر انتر اوسياس مصر. يبقى الاولى والثانيه انتر اوسياي، من الاولى والثانيه ميتاكاربال، التالتة والرابعة انتر اوسياي، من الرابعة والخامسة ميتاكاربال، والانسرشن بتاعهم فين؟ في الاكستنسور اكسبانشن من الخلف. نخلي النيرف سبلاي اللي بعد كده. نيجي بعد كده نشوف الدورسال انتر اوسياي. الدورسال انتر اوسياي ايضا عددهم اربعة. طالعين منين؟ انا قلبت الهاند اللي في الايه الشريحة اللي فاتت، قلبتها المرة دي عادي من الباك. فادي هنا الفيرست ميتاكاربال ودي الفيفث ميتاكاربال، وهنا بعد كده عندي الفالانجيس
بالشكل اللي احنا شرحناه. راقبوا معايا من الدورسال الانتر اوسياي عددهم ومكان خروجهم وشكلهم. بصوا كده، الدورسال انتر اوسياي عددهم 4، شكل الفايبرز بتاعتهم باي بنيت، مختلفة عن مين؟ عن البالمر انتر اوسياي اللي كانت يوني بنيت. كويس، الفيرست دورسال انتر اوسياس خارجة من بتوين الفيرست والسكند. طب السكند من بتوين السكند والسيرد، السيرد من بتوين السيرد والفورس، والفورس ان بتوين الفورس اند فيفس ميتا كاربال بونز، والانسيرشن اهو جنبهم على طول في الاكستنسور اكسبانشن. الاكشن بتاع البالمر والدورسال انتر اوسيا بنقول ايه؟ باد دوب، باد بي يعني بالمر انتر اوسيا دي يعملوا ادكشن اوف فينجرز، دوب دي او يعني دورسال انتر اوسيا دوب بي يعملوا ابدكشن اوف فينجرز. يبقى وفقا لقاعده باد دوب البالمر يعملوا ادكشن والدورسال يعملوا ابدكشن اوف ذا فينجرز. بالشكل ده نكون احنا وصلنا للمصل، خلصنا المصلز اوف ذا هاند، اتبقى لنا النيرفس. ندخل بعد كده على البلد سبلاي والنيرف سبلاي، وده هنخليه للفيديو اللي جاي.